احتفلت شركة العربية للطيران بالذكرى السنوية 15 لتأسيسها بحضور كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وسعادة علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي. قبل 15 عاماً من اليوم كانت العربية للطيران ومفهوم الناقلات الاقتصادية التي تقدم خدمات السفر جواً بأسعار معقولة في المنطقة مجرد فكرة لا أكثر، وها هي اليوم الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها تحتفل بالذكرى السنوية 15 لتأسيسها بعد أن سطرت قصة نجاح عبر إعادة ابتكار مفهوم السفر الجوي في المنطقة وتوفير تجربة سفر فريدة لأكثر من 80 مليون مسافر حتى الآن. اليوم الحمد لله نجاحات العربية متتالية تحقق الحمد لله أرباح في كل سنة من عملياتها الخاصة بالطيران. اليوم أصبحت شركة عالمية وليس فقط شركة محلية، تشغل من 5 وجهات في المغرب، تشغل من مصر، من رأس الخيمة، من الإسكندرية، فأصبحت الحمد لله نموها أصبح عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال الحفل تم الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للعربية للطيران عبر عرض مباشر لإحدى طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320 بحلتها الجديدة، حيث اطلع الضيوف على شكل ومضمون الهوية الجديدة بما في ذلك التصميم الخارجي والداخلي للطائرات. النتائج الإيجابية التي حققت أيضاً بالنسبة لمسألة دعم الناقل لحركة الاقتصاد وحركة السفر وحركة أيضا الفنادق الموجودة والإقامات الموجودة، هذه كلها وأيضا تدعم أيضا الجانب التعليمي بكون أن اليوم المطار قريب من مجمع الجامعات الموجودة في الشارقة وهو أكبر صرح تعليمي في المنطقة. استطعنا نخدم جميع الشرائح بالذات شريحة الطلبة والشريحة ذوي الدخل المحدود، كان هدفنا توصيل الناس إلى بعضها والحمد لله حققنا هالهدف في 15 سنة اللي فاتوا. مجموعة العربية للطيران أصبحت اليوم شركة مساهمة عامة تضم تحت مظلتها العديد من الشركات التي توفر خدمات السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، مع إرسائها معايير جديدة على صعيد التميز التشغيلي والابتكار والربحية. بهوية جديدة وإضافات مميزة تحتفل العربية للطيران بالذكرى 15 لتأسيسها، مرسخة بذلك مكانة مميزة في طليعة قطاع الطيران. لأخبار الدار مجد السويدي أشار.